اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره من المنيا عروس الصعيد. النهارده هنعمل شيش جمبري وهنعمل معاه سلطه فاصوليا خضراء بالحمص. نروح نشوف الطريقه والمكونات، يلا بينا. نبتدي اول طبق سياخ الجمبري ومعاها الصوص حرقانه. المكونات: جمبري، جنزبيل، طماطم، سكر، كاتشب، هوت صوص، خل، زيت سمسم. طيب نعمل الاول هنعمل تتبيله وبعدين هنعمل الصوص. التتبيله هتبقى شويه من الخل صغيرين جدا، شويه من الزيت، معلقه ملح صغيره ممسوحه، فلفل اسود، وادي الجمبري. انا بس هعمل التتبيله وكده. ايه اوري حضراتكم انا عملت العيدان الخشب دي ازاي. جيب عيدان الخشب، هما مقاسات تمام، ده المقاس الكبير خالص. لو اتحط كده مش هينفع، فهنكسرها بالايد كده علشان تبقى نقدر نحطها تنزل مظبوطه في الطاسه، عشان يبقى كل الجمبري وكل الخضار سواء كان طماطم او ايا كان هو ايه يبقى واصل للطاسه وايه لمسها. ونجيب الطماطم، حط مثلا ايه جمبريتين، واحدة كده واحدة تانية وراها، واحدة الطماطم. طبعا بقى ممكن نحط طماطم، نحط كوسة، جزر، بصل، أناناس، تفاح، أي حاجة ممكن جت على بال حضراتكم نقدر نحطها على العيدان الخشب. ونروح قافلين عليها بطماطماية كده، الزيت سخن، الطاسة سخنت، يكون ده الشكل النهائي. دول خلاص كده ممكن نخلي دي يبقى نجوى بيها، ده خلاص كده ممكن نستغنى عنه. وبعدين ناخد الدريسنج حبه صغيرين ما نكترش، يا دوب هم على قد الكام حبايه جمبري او على قد الكام عود جمبري، سكيور ايا كان الاسم، وهرش عليهم كده. في عليه خل فمش محتاج خالص انه يقعد وقت يتبل، هو مش فراخ ولا لحمه، الجمبري والسي فود عامه ما بيحتاجش وقت خالص في التتبيل، يعني يا دوب مجرد ما بيتحط على بيتحط عليه التتبيله بيبقى جاهز. طبعا تكون الطاسه سخنه جدا. لو هنستعمل شوايه فحم لازم نحط الجمبري او اسف نحط عيدان الخشب دي في الميه لمده نص ساعه تلت ساعه. ليه؟ علشان هيبقى فيه نار مباشره، فممكن يحصل ان العيدان الخشب بيتحرق، لكن هنا مش هتقابلنا المشكله دي خالص. هستعمل نفس المضرب، انا ما عنديش مشكله خالص، عايز بس اتاكد ان كل الجمبري لامس الطاسه، علشان يعني حتى لو اضطرينا اقول لحضراتكم حاجه، الطماطم عاليه شويه عن الجمبري فهدوس عليها كده، لان انا عايز الجمبري يستوي مش عايز اكل الجمبري ني. هدوس عليها كده وده مش هياخد دقايق. زيت سمسم معلقتين، معلقه خل، هحط الكاتشب كله، وهحط هوت صوص زي ما حضراتكم تحبوا. شوف بس دي اخبارها ايه، لسه شويه، هحط نصها مش هحطها كلها، وشويه سكر صغيرين، شويه سكر صغيرين نقدر نقول مثلا ايه معلقه صغيره. دي استوت ودي استوت ودي تقريبا استوت. هيبقى فاضل الزنجبيل الفريش، عايز اقطعه يبقى صغير على قد ما اقدر، وبعدين صغير بقى كده بالراحه. فيري ريفريشنج، يعني منعش جدا الزنجبيل ده، وبيجري الدوره الدمويه وحاجه لذيذه قوي. حط بقى ده هنا كده، جمبري اخباره ايه؟ تمام تمام، يعني دي لسه شويه تمام. ادي الدريسنج اهو، بس ده حرق جدا. ها
احط بقى الايه الدريسنج. شوية من البقدونس. وادي السكيورز او عيدان خشب الجمبري. سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة تشيدي من على النار. سهلة وبسيطة وايه وحلو قوي بقى باربيكيو حفلات شوي او بيشوي في الصيف. اليومين دول بيبقى الجو لذيذ قوي. واخر شوية بقدونس هنا كده. اول طبق كان سيخ جمبري او جمبري شيش ومعايا صوص حراق جدا. هطلع فاصل نرجع نعمل الطبق التاني. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. عملت شيش الجمبري او سيخ الجمبري بصلصة حراقة. نعمل بقى سلطة حمص بالفاصوليا الخضراء. فاصوليا خضراء مسلوقة، حمص مسلوق، طماطم شاري، بقدونس، سماق، بصل، جبنه بيضة. اعمل الاول الدريسنج. طبعا الصوت اللي حضراتكم سامعينه ده احنا على كورنيش النيل في المنيا عروس الصعيد. فدايما منطقه زي ما اقول لحضراتكم منطقه حيويه جدا، فيها على طول يعني مش زحمه طبعا زي القاهره خالص، لكن فيها حركه كتير قوي. عايز نقطه ميه، نقطه كبيره دي، شويه ملح وفلفل وزيت زيتون وشويه ميه والدريسنج خلص. طيب الشيف ياسر زميلنا العزيز مجهز لي كل حاجه. انا بس اللي هعمله هقطع شويه من الطماطم. وايه على فكره السلطه دي سهله قوي. ليه بقى؟ ده علب ودي ممكن بتبقى جايه مجمده، مجرد متحط في شويه ميه مغليه. خلاص قطعت بصل وعملت دريسنج، وكل اللي هعمله بعد كده حضراتكم هتشوفوه بمنتهى البساطه، بالذات الناس اللي عامله دايت وبتخليه بالها من الاكل، او الناس النباتي نباتين هيبعدوا عن الجبنه. احط شويه الفاصوليا والحمص، وسع كده. اللي انا نسيته بقى معلش السماق. كويس ان انا بصيت. هنحط معلقه صغيره مش كبيره لان السماق قوي جدا. هو كان الدريسنج المفروض سماق، انا بس عدت عليا. وبعدين نقلب كده كويس لحد لما يبتدي الدريسنج او تتبيله السلطه تمسك نفسها وتبقى سلكي، تبقى يعني لزجه. والبصل كده كفايه، طماطم شويه متقطعين وشويه سلام. وبالشوكه كده هننزل قطع الجبنه. اي جبنه تنفع، حتى لو جبنه شيدر او جبنه رومي جبتوها مكعب كبير وعايزين تحطوا منها برده كويس، بس يعني جبنه رومي هتبقى حادقه شويه. برده ده راجع لذوق حضراتكم. كده كفايه. اخد شويه من البقدونس هنا وشويه هنا. هقلب اخر حاجه الدريسنج مع البقدونس. معلقه علشان اتاكد انه توزع مظبوط، واللي يفضل بعد كده نبقى نحطه على الوش. يعني معلقه عشان اتاكد توزع مظبوط. يعني ايه؟ يعني كده في كل حته. واخر حبه لو فضل شويه بعد كده نبقى نحط الحبه الاخرين دول كلهم مره واحده من البوله. وايه يبقى خلاص كده. يبقى اول طبق كان
شيش الجمبري او جمبري سكيورز او عيدان خشب جمبري بصوص حراق جدا. تاني طبق كانت سلطه فاصوليا بالحمص والجبنه البيضاء. الف هنا وشفا، شوفوا حلقه جديده من المنيا. باي باي.